بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة إن شاء الله نتكلم عن الإمبورت الخاص بجميع البيانات الموجودة في موديول معين، وهنتكلم عن الإلياسس بإذن الله أو الأسماء المستعارة. تعالوا مع بعض في الملف الرئيسي الأب اللي احنا بناخد منه الحاجات اللي فيه للمين عشان نشتغل بيها، ونقول له مثلا كونست A بتساوي 100، وبعدين هنعمل فانكشن زي اللي عملناها، نفس الفانكشن بالظبط، فانكشن سي هلو، وبتقبل برضو مني نيم بالشكل ده، وبترجع لي طبعا هلو والنيم بالشكل ده. بعد كده لحد هنا مفيش مشكلة خالص، فاضل لنا بس الاكسبورت. عايزين نعمل اكسبورت للكلام ده عشان نبدأ نستعمله جوه المين دوت جي اس. لو جيت قلت له اكسبورت في العادي خالص كنا بنعمل ايه؟ كنت بقول له اكسبورت اول حاجة الاي مثلا، وبعدها الـ say hello. مظبوط مظبوط. ممكن اقول له export A as my rank مثلا، ده اسمه alias، اسم مستعار. يعني انا الـ A ده انا ممكن exporte، او حلوة exporte دي، يعني ممكن اصدره بالاسم اللي انا عايزه، لان ممكن انا مش عايز اصدره بالاسم ده، فانا صدرته باسم my rank. ده نفس اللي حصل قبل كده والحمد لله وكله تمام. هنيجي هنا نقول له نفس القصة import، هنا هيكون حاجات اللي احنا نعمل لها import from، وهنا الملفات بتاعتنا اللي هو app.js. طيب هن import ايه منه؟ هن import اول حاجة، لو جيت قلت له ايه، بص مفيش حاجة اسمها ايه، لو قلت له my rank هيجيبها لي. بص كده my rank، بعدها التاني اسمه ايه، اسمه say hello. بص جاب لي الاسامي الواحدة والحمد لله وكله تمام، ونقدر نستخدمهم عادي من غير اي مشكلة. هادي console log my rank، والتانية زي ما عملناها قبل كده say hello، ونحط اسم اي حد هنا عشان يبعت له رسالة تهنئة، وليكن مثلا اسامة، hello اسامة، وده my rank والحمد لله كله تمام ومفيش مشكلة. طيب دلوقتي انا عملت export لحاجات كتيرة جدا، كل الحاجات الموجودة عملت لها export، وانا مش عايز افضل اقول له امبورت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشر، حاجات كتير جدا. خلينا نهمش دول بس، ناخد منهم نسخة عشان اسيبهم بس في الكود، ونشوف دلوقتي لو حابب اقول له import all، هعمل import لكل حاجة. طيب هاجي هنا اقول له import store everything، هقول له انا هعمل import لكل حاجة، واروح مسميهم everything مثلا. تقدر تسميهم اي حاجة على فكرة، مفيش حاجة اسمها everything. ممكن تقول له import نجمة as all، انا سميتهم كده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ازاي بقى تقدر تروح مستعمل الكلام ده؟ all دي يا جماعة معناها ان استدعيت كل حاجة موجودة في الموديول عشان اقدر اشغل القيم دي. الماي رانك وسي هلو دول مش هيشتغلوا. بص كده ريفرنس ايرور، مفيش حاجة اسمها ماي رانك، لازم تقول له all دوت ماي رانك كده تمام. بص كده التانية مفيش حاجة اسمها سي هلو، لازم تقول له all دوت سي هلو. كده انا عملت import لكل حاجة، بكتب اسم الحاجة وبعدها البروبرتي او الفانكشن او اي حاجة من الحاجات اللي انت عملت لها import. طيب لو جيت انا حبيت اطبع ال all دي لوحدها، يا ترى هتديني ايه؟ console.log وبعدها all بالشكل ده. بصوا يا جماعة all عبارة عن module، ال all ده هو module اللي فيه كل حاجة انت جبتها من module. بص my rank say hello وكله. تعالوا مع بعض نيجي هنا ونقول له مثلا let my array بتساوي، والارقام بتاعتنا 1 2 3 4 5 بس كده. طبعا انا ما عملت لهاش دلوقتي export، لو تلاحظ عشان ما عملت لهاش export مش هتيجي هنا. all ده بيعمل import للحاجات اللي انت عملت لها export بس. عشان تكون فاهم الفكرة وعشان تطلع بأقصى استفادة من الدرس، لازم what you export is what you import. انا دلوقتي مش معنى ان الموديول ده مليان حاجات ان انا باكسبورت الحاجات دي كلها خالص. انا ممكن يكون عندي فانكشناليتي معينة بتتم على الكونست ده تطلع منه نتيجة، النتيجة دي بعد ما تخلص بعمل فيها حاجة، الحاجة دي بعد ما تخلص بروح حاططها في الاري، وبعد ما اخلص اروح عامل اكسبورت للاري بس. لكن انا مش شرط ان كل حاجة جوه الموديول اروح اعمل لها اكسبورت كلها، لا انا بعمل اكسبورت اللي انا محتاجه. عشان كده ممكن يكون في array هنا بس ما عملهاش اكسبورت. طب لو عايز بقى الarray تظهر هناك، فاروح قايل له كده بالشكل ده اهو، عملت لها اكسبورت، هتلاقي الموديول اوتوماتيكلي راح جايب لك my array my rank say hello.
بالشكل ده. ببساطة شديدة جدا كل حاجة هتعملها export انا طابعها هنا في الكونسول عشان انا اقول له import نجمة as all، فطبعا كده خلاص. وتقدر تلوب على الاري بتاعتك عن طريق ان انت تقول له all.myArray وتعمل اللي انت عايزه. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.